هذا الأسرة. تحية طيبة للجميع. بالنسبة فقرة أشياء استفدوا، يعني يقول الطبعين اللي دام في الملابس سنرشوهم الطلق ونفركوهم باليد بلا ماء، يعني يقول نسقوهم غادي يتحوا، يقولوا كيفاش غنسقوهم، يعني نفركوهم باليد بلا ماء من بعد نغسلوهم بالصابون عادي كيخرجوا كيشعلوا. إذا غادي ناخذوا معنا سميرة من أو بوتينة معنا هي الأولى من باريس. أهلا وسهلا للا بوتينة. صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا. كي درتي لاباس عليك؟ الله يبارك فيك، ريحتك. تحية كبيرة لكل المستمعات. وتحياتنا لك أيضا بوتينة، مرحبا بك معنا. كاين شي برد بوتينة؟ كاين هي وهاد الساعة. صح اسمها سميشة. إيوا لالا اللي جا فوق سوما يتلام، يجي كلشي على قد نتاع يا رب. تفضلي. يا حبيبي ونتمناو إن شاء الله أمطار الخير للمغرب. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله. عندي أختي واحد الكيك بجلبانة وورق ديال الدجاج. كيك بجلبانة. الوريقة ديال الفجل. الوريقة تيجي مالح هذا؟ وي تيجي مالح، من الأحسن ما نضيعوهمش، كاين بزاف الفايدة تيسيبوهم. عندهم فوائد كثيرة الورق ديال الفجل. وي ممكن نردو نضيفوهم في السوق ولا نعملوهم مع البقولة. نعم كيجي مالح. المهم نسيبوهمش لأنهم فيهم فوائد. والوراق البربة تاهما كيديرو بقولة كيجيو 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 الوريقة ديال اللفت. الواحد ما يضيع حتى شي حاجة. نعم عندنا فيها 200 غرام ديال الدقيق. 200 غرام دقيق. 10 غرام ديال الخميره كيماويه. 10 غرام خميره كيماويه. 4 البيضات. 4 البيضات. 5 سنتيلتر ديال زيت الزيتون. 5 سنتيلتر زيت زيتون. كوفجيطه. قرعه واحده. أربطة ديال ورق الجل. أربطة الورق الجل. ومية غرام ديال الجبانة نكونو ديجا سالقينهم وصفينها. ومية غرام جبانة. ومعلقة صغيرة ديال القزبر. سالقينها ومصفينها. معلقة صغيرة ديال القزبر حبوب.